أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مشروعي انطلق كبداية كطموح مبدئي بمجال عملي تقريبا، والحمد لله بدينا بداية بسيطة والآن شوف ما شاء الله علينا، إن شاء الله وصلنا إن شاء الله وصلنا مشاريع وصلنا، وأنت شايف التسويق كيف، شايف الإخوان علموك الإخوان ووضحوا لك كل شيء. صحيح، أنت عارف شلون الضغط علينا والعمل كثير، لكن الحمد لله هذا كله توفيق من الله عز وجل والطموح. يعني أنت عارف مثل ما بدينا احنا، أنا بديت مثل ما بتعرف يعني بديت وحدي، يعني ما معي أحد أو زي كذا، وإن شاء الله مع الوقت تطور الموضوع وصل مثل ما تشايف. الحمد لله أكيد. يعني الإنسان أول ما بيبدأ فكرة أو طموح بيواجه عقبات كثيرة، عقبات مالية، واجهتني عقبات كثيرة صراحة، يعني ما أقدر أوصف لك إياها كيف وكيف مشيت وكيف طلعت وكيف رحت وكيف دي. لكن الحمد لله بداية أول ما طرحت الفكرة أو المشروع، أنا طبعا طرحته في الجامعة، يعني كان جامعة الملك سعود، طرحت الفكرة والموضوع على شركة وادي الرياض، كانت مسوين زي الإعلان أو زي كذا للاختراعات أو للفكر أو المشاريع، والحمد لله أول شيء ترددت في الموضوع، يعني صار عندي تردد أطرحه ولا ما أطرحه، والحمد لله فكرت، قلت إن شاء الله بعد تفكير يعني ودعاء الوالدين تجرأت شوي وطرحنا الفكرة، والحمد لله يعني لقت رواج ولقت مثل ما يقولون تقبل من الشركة، والحمد لله ما قصروا معنا الحمد لله. حاليا يعني احنا بنتكلم حاليا الان، انت مثل ما تشوف الطلب كثير بالنسبه ل، احنا تعاقدنا مع الدوائر الحكوميه ومع الوزارات ومع ذا بالنسبه لمنتجنا، الحمد لله احنا نفكر نتوسع في المجال اكثر ونطور في المجال اكثر، ما يتيح لنا ايش بعدين ان شاء الله بعد فتره نزيد الانتاج ان شاء الله، ممكن يصير نوسع يعني على دول الخليج مبدئيا، ثم الدول العربية، ثم عالميا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الله يسعدك ما قصرت ومشكور، الله يسعدك.